بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وعشر كي شن يلا باتناد اي كتاب كي أجرومي أها أهنا هدي الله إدمه عشر كي أدن بي أجرومي. باب المفعول كيلا سمين يي معه أساق معي سوحلا سمين يي أيو أبابي هي. المفعول معه حوي أن وحبات قبطي وحاس مركي أقبان يسينا قف أيا كل جوغي مثلا مركو حالي هذا الشقة داس أيان قبطي أيدو هبل إلي جوغو عد داس مركي هبل أو يعني كل جوغتي أولا شاقوي تصالة مركي فل كان مركي أسمين يسي يا كل جوغي يا معي كذا قبطي وي مركي. وهو أن مفعول كاني الاسم واسم فعل اي حرف من معها المنصوب الا كردغيو لما قدو لما نهوس دغو الذي اسم كاسو يذكر لشيغيو لبيان من قف سلو عديو فعل لسمي معه قف كاس معيسا الفعل فالكي لسمي فعل كقف كاس لسمي معيسا ايا لشيغيا يا هاوشان مركا قبانا يساي كولا جوغي او معيقه دا قباته وي ان او كولا جيري اما فعل كان او معيقه صداعي نحو قولك وانده دادو كلا جاء وحا يمد الامير مدحوينه اما هو قاميه والجيش مع الجيش عيدا كم معيقه سو يمد هو قاميه يمد كالي جسمي يمد يالا سعدي والجيش مع الجيش عيداً كي معيقي سيمت يعني عيداً كي الله سعد أيو يمت بمصاحبة الجيش عيداً كي الله سعد يمت مركة والجيش أداسوي واو داس معيادة أيا الله سعد وحانا كور لغانا يفعل كهور أو جاء الأمير واستوى الماء بيه أيا كور نقضي والخشبة مع الخشبة قريد معيادة قريد وحوي بيها اللغو عبير أيوه انت اي غاريان بيه مركا بيه يا كورنو غضو قري دي غاري قري غاس لغو عبري جيت كاس ماشاس لغو عبري اي غارين واستوى الماء بيه اي كورنو غضي او حقي غارين لفل كام هير كي غارين والخشبة مع الخشبة ان قري معيقيد قري دي معيقيد اي كورنو غضو يعني ماشاس قري غاس لغو عبري اي غارين المفعول معه كاس ومركا فالكان معيقي سوحي لسمي شروطه ليه هي شروط دي سنة كتابها كلام عنده بريجنا هذا متن أجرم قبل سنة فسيرين أي واحد لما إن مركا وحياله منصوبات كها أنتي وقط لقى لباباب إنه أشجع شيخ وادا مي وحاجر كوا كم ده مركا وصح هذا باب هن هل كان أشجع تاسو نشجع وحيري وأما خبره كان خبر كادي يو أخواتها ولا لهت كان يو ولا لهت خبر كودي iyo wasmu inna isimkeedii iyo akhawaatuha inna iyo walaalaheed isimkoodi faqad taqaddama wa sahar mar dhikruhuma labadooda la sheegitaankoodu fil marfuucaati kuwi la goday dhixdooda ayuu ku soo hormaray oo waxa weeye kaana khabarkeeda waa la kordhiga ha tarfa'u kaana almubtada isman wal khabar tansibuhu ka kaana sayidan umar كان waxay kor dhigataa khabarka inana waxay kor dhigataa isimka labaduba baabul mansubaad in looga sheekeyahay laakiin markii aan ka soo sheekeynay kana isimkeedii godna aan khabarkeedii kor dhignaana ka soo sheekeynay markii aan ka soo sheekeynay inna iyo walaalaheed khabarkoodii godna aan isimkoodii kor dhignaana ka soo sheekeynay halkan markaa inaan ku soo celinno uma baahan wakada waxa lamida atawaabicu ku wax raaciyay ونعتي يعرفكي يبدلكي يتوكيدكي فقد تقدمت واي صهر مرتي توابعدي هناك هالكاسك صهر مرت او توابعدي لفتي غودا ايغنا حقا او سو شيكيناي وما باهنين ان ان سو علينه توابعد ان ان سو علينه وما باهنين يعني مركا نعتي سو جوغني وحنا نرى نعتي هدي او راعه واخ غودان وا لا غوديا جاء زيد زيدك العاقل هدي او راعه واخ كردغان وا لا كرغيا رأيت زيدا زيدك العاقلة هدي أراع وحوس ديغا والحوس ديغا مررت بزيد زيدك العاقلة عضف كي سيدوك جاء زيد
وعمر وكل وعطفي رأيت زيدا وعمرا مررت بزيد وعمر توكيد كي بدل كي كل سيدو قال مرك مركاسا مت كستبا إعرابات كي سيو دان توابيع دان كسو شاكيني هدو نعطي هيا دو عطف هيا دو بدل هيا دو توكيد هابا قد كيس اي كورنيجي سي هوس ديجي سي مركز ان كسو شاكين هل كان هذا انا اسوع لنا مركو مباهنين مركا باب كي ما دابا كورنيجا وحيره لا كورنيجا ان كسو شاكين اني كو انا فافاهنتود هل كان كاغا دمنت هي او خبرو كانا اي اسمو كانا اي توابع دا قيبتودي كورنيجنا اي حق هره اوغو لابو كيري فرجع اليها ان شئت وي خدا دونتي اولاب باب مخفوضات الاسماء مخفوضات الاسماء أسماء ذا كودي الله هوس ديجي أحد مرنا اسم مركي كتابك بلوغيس أن جو نوحان صونر اسم كا ولا قدا وانا الله كور ديجا وانا الله هوس ديجا ولا جزم في الأف أسماء أسماء ذا لكن لما هوس لما خيب مركا اسم قدا أسماء ذا اللي قدا يوكا سو شاكينو وحان صونر إلا تضبا أيان صونر وكا سو شاكيني تضبا ديبا حبت حبت أيان أسو دول استاقيني waxaan kala ka soo sheekeynay asmaada la kordhigayo ilaa 15 ayaan ka soo sheekeynay wana hadda soo dhameyn hadda asmaada la hoos dhigayo qaabka la hoos dhigayo noo sheegay al makhfudat kuwa la hoos dhigaya ah thalathatu aqsamin qayb oo saddex way oo saddex qaybood ko makhfudun mid la hoos dhigayo way bil xarfi xaraf lagu hoos dhigayo wa makhfudun mid la hoos dhigayo way bil idafati idafa lagu hoos dhigayo wa tabi'un mid raaciya way lil makhfudi مثل الله هوس دغه راعي صدح اسوي حرف اما حرف الو هوس دغه اما وحبا لو اضافيا اما وحو راعا مثل الله هوس دغه يو واي هي هدي او مثل الله هوس دغه يا راعه وا نعتي اما وا عطف اما وا بدل اما وا توكيد هره او سو شيكين اي كلا باينا وحو مررت بزيد العاقلي مررت بزيد وعمر ايه aan wa tan horo uga soo sheekeen wixii wax la hoos dhigaya raaca waa la hoos dhiga wuxuu yiri marka faamal makhfuud kan la hoos dhigayo bil xarfi xaraf lagu hoos dhigayo waa soo marnay markii aan ajrumiga blowgiisa soo joognay aan waxaan ka soo sheekeynay isimka waxa lagu garto waxa kamida bil khafdi xurufu lkhafd min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubu wal ba wal kaf wal lam xurufu lqasm وهي الواو والباء وتاء وتنك سو شيكين هذا نو كو سو علش و خو يري وا فامل مخفوض كو الله هوس دغيا بالحرف فهو وحا وهي كاسي فامل مخفوض كان له هوس دغيو بالحرف حرف كان له هوس دغيو فهو كاسي ما كي وي يخفض له هوس دغو بمن من له هوس دغو ها وحا وهي ذهبت من المسجد كو والى له هوس دغو الى البيت ذهبت من المسجد مسجد كان كتجي إلى البيت جورجان عادي أما ذهبت من البيت جورجان كتجي إلى المسجد مسجد كان عادي لابد وقاس وعن لغو هوس ديو أن لا تركبنا طبقا عن طبقين وتص وعلى لغو هوس ديو وعلى الله وكاس هوس ديو وفي لغو هوس ديو وحوي وأنتم عاكفون في المساجد وكاس هوس ديو ورب لغو هوس ديغو رب الرجل وكاس والباء بعد لغو هوس ديغو بسم الله بسم واتكو جرت والكاف وكافتي لغو هوس ديغو ان زيد كالبدر ان كالفجار معناها مركز تبا وات قران كا كبوخد كالفخار وي واللام لامتي لغو هوس ديغو لله لله ما في السماوات لله وتعالى وحروف القسم دارت حروف تدي لو هوس دغا وهي الواو والله والباء وتاء بالله والتاء وتاء الله الواس دغا وبواو رب رب واو دينا وا لو هوس دغا واو ده ورب ها ورب رجل اه والليل والليل وي والليل كموج البحر قال ورب الليل ماشي اسمعناها واو ده رب أكو أي كو هستيرتا وي هبين بدنا والليل بدنا ورب الليل أو كالوي وبمذ مذ أيا لغو هوسليغا مذ أيا لغو هوسليغا إيه ومنذ منذنا ولغو هوسليغا ومذ إيه منذ
waxa weeye wixii hore noogu soo sheegay iyo waa ruba kuma jirin. Marka mud waxa weeye iyo mundu labaduba adigoo yiri weeye maa ra'aytuhu mud yowmi aljumcati, ninkii maana arag maalinkii jumcada laga soo bilaabo. Maalinkii jumcada laga soo bilaabo ma aan arkin. Ama mundu yowmi aljumcati, maa ra'aytuhu mud yowmi aljumcati iyo mundu yowmi aljumcati labada isku mid weeye. Marka ma aan arkin ninkii maalinkii jumcada laga soo bilaabo, maa ra'aytuhu ama maa ra'aytu zaydan zayd ma arkin, mud yowmi aljumucati maalinkii jumcada laga soo bilaabo ma aana arkin. Waayahay ajrumu qayb ka midana waa urubada waaba ka tagaaba waa ka soo tagna. Waama maakii yukfadu lagu hoos dhigayo bilidaafati, idaafada lagu hoos dhigayo waxyaalaha lagu hoos dhigo idaafada. Fanaxwu qawlika hadalkaagoo kale weeye aad tiri gulaamu zaydin zayd addoonkiisii, cabdullaahi cabduraxmaan waka yacnii waxaas hoos dhiga kelimada dambe saaran waa idaafa leera labadaas shay la isku kabay la isku dhejiyey murakab idaafiya weeye. Marka gulaamu zaydin zayd waxaa lagu hoos dhigay gulaam aa loo idaafiyay loo tiri. Wahuwa kaasi calaa qismayni waa laba qayb. Marka wuxuu halkan nooga sheegay sheekhu idaafada laftigeedu waxma hoos dhiganaysee yacni wax meesha ku dhex jira aa wax hoos dhigan ayuu leeyay. Wahuwa kaasi calaa qismayni waa laba qayb, maa yukhfadu wax la hoos dhiga weye bilaami laam lagu hoos dhigo, naxwu gulaamu zaydin zayd addoonkiisii. Marka gulaamu zaydin gulaamun lizaydin wey gulaamun lizaydin saas ka dhigantay waa addoon hebel uu leeyahay. Iyo wamaa yuqadaru bimin min wax la qadaro, naxwu thawbu khazin xariirtii maradeedii, wa baabu saajin alwaaxi baabkiisa, wa khaatamu xadiidin birtii faraatigeedii. Marka waxa weeye thawbun min khazin, baabun min saajin, khaatamun min xadiid saasay ka dhiganta min taasa qadaran u leeyahay. Iyo wamaa ashbaha dalika arrinkaas wixii u eg wuxuuse soo celin sheekhu kuwii raacayay taabic lilmakhfuud ayaga waa nactigii iyo bedelkii iyo towkiidkii cadafkii kuwooda hoos dhigan waxaan uga soo sheekeynay baabulmarfuucaad markaan joognay ayadana u laabulay inshiita. Iyo wamaa ashbaha dalika arrinka waxay shabaha tusaaleyaashan waxay shabaha oo min wixii loo qadaro dhan kitaabkeenii ajruumiga ahaa. Intaas ayaan ku dhammaynay. Ilaahay waxaan weydiisanaynaa in lagu anfaco waxaan kitaabka fasirnay matniga waxba maana badin si oo dadku u ogaadaan dad badan oo dhalinyaro ah in ay fahmi karaan wixii marka kitaabkan asoo dhaadheer oo war badan la geliyo oo la sharxay culimo badana duubta qofkii rabo marka aqoontiisu sarreyso kuwaasuu dhageysan kara ama akhrisan kara. Laakiin dadka dhalinyarada ahoo jecel luqadii inay fahmaan carabiga ahayd naxwadii bartan say tafsiirka iyo ugu fahmaan axaadiistii iyo qur-aanka iyo fiqhigii kulli say ugu fahmaan kutubtii yacni culammada duubeen ku dhaardheeraada in rabna matnigaas gaagaaban inaan siino insha allahu tacaala. Waxaana ku xiji doonaa kitaabka la yiraahdo cumrediga oo nadmul ajruumiya ah oo asagana gabayga ah laakiin si kookooban asagana aan u duubi doono si looga faa'iidaysto. Casharkeena intaasaan ku joojinno, wabillaahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.